بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. مجلس إدارة اتحاد الكرة وعد لاعبي منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن بصرف مكافآت خاصة حال الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 وحصد 6 نقاط، وهو ما يعني حسم بطاقة التأهل للمونديال بنسبة كبيرة. اللاعب احمد فتوح الظهير الايسر لمنتخب مصر خاض امبارح تدريبات بالكره، وهو ما يعني اقترابه من المشاركه في التشكيل الاساسي لمنتخب مصر امام بوركينا فاسو الخميس الجاي، وده بعد التعافي من الاصابه اللي لحقت به في العضله الاماميه واللي ابعدته عن المشاركه مع المنتخب في التدريبات الجماعيه. فريق حرس الحدود تعادل سلبيا مع فريق سبورتنج في مباراة أقيمت امبارح في إطار منافسات الجولة الثانية من دورة الترقي المؤهلة لدوري ممتاز في الموسم المقبل، ورفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول بترتيب دورة الترقي المؤهلة لممتاز، ويأتي سبورتنج في المركز الثاني بنفس الرصيد. كمان فريق منتخب السويس تعادل مع فريق الترسانة سلبيا في المباراة اللي جمعتهم بسد السويس في الجولة الثانية من الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز، واقتسم الفريقان نقاط المباراة ليحصل كل منهما على أول نقطة في الدورة. فريق أبو قير للأسمدة قدر يحسم الصعود للدور 16 في بطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بركلات الترجيح 3-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليلتقي بالفائز من مباراة بيراميدز والنصر. النادي الإسماعيلي مدد تعاقده مع الفلسطيني خالد النبريسي مهاجم الفريق حتى صيف 2027، وده نظرا لما يقدمه اللاعب من أداء مميز مع الفريق. فريق سبورتنج تمكن من تحقيق لقب كأس مصر لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح، وحسم سبورتنج المباراة بنتيجة 25-27. فريق كرة اليد بنادي البنك الأهلي توج ببرونزية كأس مصر، وده بعد الفوز على سموحة بنتيجة 19-17 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. فريق أتلانتا خسر أمام فيورنتينا بنتيجة 3-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح والمؤجلة من الجولة 29 منافسات الدوري الإيطالي، وبهذه النتيجة أنهى فريق أتلانتا الدوري الإيطالي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 69 نقطة، بينما أحل فريق فيورنتينا في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة. نادي فنربخشة التركي قدم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا للفريق في حفل بحضور آلاف المشجعين. نادي إشبيلية الإسباني أعلن بشكل رسمي تعيين المدرب غارتيا بيمينتا مديرا فنيا جديدا للفريق لمدة موسمين حتى عام 2026. وبكده خلصت جولتنا الرياضية.